لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. تحية طيبة مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان عبر قنوات بين سبورتس في إطار متابعة مباريات الأندية تحضيرا للموسم القادم، الأندية التي تتنقل للولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا هنا بنيويورك سيتي. اللقاء الذي سيجمع بعض اللحظات بين ليفربول وسبورتينغ لشبونة، الفريقان يعدان العدة لموسم آخر، لموسم جديد وتطلعات أكبر من أجل مواصلة حصد الألقاب سواء المحلية أو الأوروبية. ليفربول المنتشي بلقب دوري أبطال أوروبا أكيد سيسعى للدفاع اللقب، ولكن الأكثر من ذلك هو إحراز لقب الدوري الإنجليزي الذي غاب عنه لسنوات عديدة. نتحدث عن تقريبا 30 سنة. متابعة فابينيو ينطلق من الجهة اليسرى مرة أخرى، يدخل العب فابينيو، فرصة الهدف الأول تضيع، فرصة الهدف الأول تضيع يا أوريجي، لمسة بلجيكية والكرة بعد ذلك تخرج إلى ضربة مرمى. قبل ذلك كان في إشارة من أوريجي رقم 27 الدولي البلجيكي بينما لدينا كرة العرضية، ولكن تحافظ على مكتسبات الموسم الماضي خاصة في دوري أبطال أوروبا. تسديدة، الهدف الأول، هدف بغلطة فادحة من حارس المرمى، ما دافع على مينيولي، مينيولي يمنح هدية لفائدة سبورتينغ لشبونة. تسديدة والكرة على ما يبدو كان في المتناول للحارس مينيولي، أخطأ وبالتالي منح هدفا بمثابة هدية لفريق سبورتينغ لشبونة. نتيجة تتغير مبكرا، نشوف الإعادة مرة أخرى. هي التسديدة مجددا، يمنى قوية، انتظر استحواذ تقريبا شبه كل لعناصر نادي ليفربول، هم الأفضل على مستوى الأسماء، ولكن يمرر الكرة العرضية في اتجاه أوريجي، تسديدة من فاينالدوم الأولى، ممكن الثانية، ممكن الثانية، ممكن الثانية العرضية، هنا تصل الجهة اليمنى ضمن الخطورة، لا زالت قائمة. وليس رجل كاريزما هذا الرجل وشخصية هذا الرجل وفلسفة هذا الرجل، تبقى على الجهة اليمنى السلام عن طريق لعبة تشامبرلين، عرضية جيرمي ماتيو، المدافع الفرنسي جيرمي ماتيو ينجح في إخراج الكرة إلى الركنية. فالنسيا وبرشلونة الإسباني بينما الكرة العرضية والركنية هنا لم تأتي بأي جديدة، وتمرير أروع وأوريجي ينطلق، أوريجي ليفربول محاولة البحث عن الحلول في الأطراف، مراوغة ممتازة، عرضية بعيدة على أوريجي، بعيدة جدا على اللاعب أوريجي، ولكن يلحق على هذه الكرة اللاعب الاسكتلندي روبرتس، تلعب للركنية الرابعة لفائدة ليفربول. في صافرة، في صافرة وفي خطأ، نعم، مرتكب هنا عن طريق لاعب ماتيب وبالتالي السوبر الأوروبية التي ستجمع بتشيلسي، هذه العرضية ولكن بعيدة، بعيدة، بعيدة جدا. الرباط الصليبي الأمامي تلعب هذه الضربة الحرة ولكن بعيدة، بعيدة هذه الكرة، بعيدة هذه الكرة، الكرة تتعرض لإصابة في الرباط الصليبي الأمامي، ضربة راسية، رينان ريبيرو، يا لو من تصدي لكرة صعبة وصعبة جدا، ولكن ردة الفعل كانت رائعة من رينان. فرصة، 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 فاينالدوم، 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 تمرير روبرتسون العرضية، تعادل، التعادل لليفربول، هذا ما انتظرناه مشاهدينا الكرام، نتيجة هذا الضغط الرهيب الذي فرضه الريدز أمام فرحة وكذلك ردة فعل الأنصار والعشاق هنا بالولايات المتحدة الأمريكية، يصفقون المجهودات التي تبذل. أوريجي يتوج هذه الهجمة بهدفها، التعادل أمام أندار المدرب الألماني يورغن كلوب الذي كما قلت يقف عند أكثر جائزية اللاعبين في انتظار عودة الأسماء الرسمية. شوف الإعادة، الانطلاقة من فايلا في المباراة، يستمتعون مع الريدز حتى ولو غاب النجوم، لكن منذ سنوات قليلة فاز بلقب الدوري الإنجليزي. تلعب الكرة في الجهة، لعبة تشامبرلين وانطلاقة في هذا المرتد الهجومي السريع، فرصة، 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 مرة جانبية، لويس فيليبي ومن سدد العرضية في اتجاه أوريجي، تسديدة مرت بعيدة، مرت بعيدة على مرمى الحارس رينان ريبيرو أمام بروسيا دورتموند، 3 أهداف مقابل هدفين. لدينا كرة ومينيولي في المتابعة، تنفيذ ميلنر، ميلنر يرفع الكرة في اتجاه فاينالدوم والبقية، عودوا معاه برونو فرنانديش، برونو فرنانديش يسدد برونو، لكن هنا تصطدم بالجدار نصف الميدان، فرصة تسديدة، فرصة، 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 محظوظ،
كم هو محظوظ من يولي، كم هو محظوظ من يولي في ضربة راسية، حاول مرة أخرى برونو، برونو برونو ماذا هناك؟ وضع الهدف اعتقد للجميع بانه هذا الثاني لنادي سبورتي. يلعب على الجهة اليمنى العرضية وينالدوم، لباس ممتاز ممتاز ممتاز. ماتيب ينطلق بسرعة الآن، ماتيب ماتيب لمن بينيا من الكرة، وصعوبة يجد عناصر سبورتينغ لشبونة للخروج. تسديدة بعيدة بعيدة للكرة، بعيدة تماما من طرف اللاعب تشامبرلين. بول تمشي كرة الأمام، خطأ فينالدوم فينالدوم فينالدوم، والثاني نعم الثانية ليفربول. فاينالدوم يستفيد من خطأ فادح في التغطية، وبالتالي يأتي الهدف الثاني على بعد تقريبا دقيقة واحدة من هذه الجولة الأولى. بعد أوريغي يأتي الدور على اللاعب فاينالدوم لمضاعفة النتيجة. عادل إعادة مجددا، استخلاص الكرة من طرف هندرسون، ملعوبة بشكل رائع رائع جدا من تشامبرلين. فاينالدوم يتقدم الآن من نار لمن يمين نار لمن يمين نار، فاينالدوم ينادي فاينالدوم فاينالدوم، هو هو هدف ثالث يضيع مشاهدينا الكرام. شوف كيف يفتكون الكرة وكيف ينطلقون بالصدى. ثلاثة فيتو يمرر كرة تسديدة، لكن إلى الركنية كان ممكن تفادي هنا. إذن تلعب الركنية، تعادل يضيع. أعتقد الجميع بين الكرة في المرمى، يأتي بإبعادة في نت ليفربول. فابينو يترك لفان دايك، يتقدم إلى فان دايك، يسدد فان دايك ولكن بعيدة بعيدة جدا يا فان دايك. ريبيرو كما يفعل الآن لاعب أوريغي، كما يفعل الآن البلجيكي أوريغي بضغط، يتحصل على ركنية في لحظة ارتباك وفي لحظة. فرنانديش فرنانديش يتوصل بكرة، يلعبها قصيرة مع فيتو، تسديدة لكن مرة جانبا. تبادل كروي جميل، هو بين هجومي من اروع ديجا فانديل، فانديل يعيد لفرنانديش، التسديده من فرنانديش، والكره تتعب من الاسماء الافريقيه المتميزه بين منطلقه من برونو، برونو فرنانديش، برونو يمرر وفرصه، والهدف الثاني والهدف الثاني عن طريق فانديل. فانديل يستفيد من عمل فردي رائع للاعب برونو فرنانديش. ممتاز القائد برونو، ممتاز ما يقوم به برونو فرنانديش، انطلاقه بسرعه. اعتقدنا بان برونو فرنانديش سيسدد، ولكن يمرر يمرر بطريقه ذكيه للاعب فانديل. لمسه برازيليه، شوف احلى لمسات احلى تمريرات، انطلاقه من وسط الميدان. فانديل يوصل لبرونو، وبرونو يرجع لفانديل، وفانديل يضعف الركن الايسر. اعتناء لتغييرات من يورجن، تنفذ الكرة، هدف ثالث. إذن ستلعب الركنية، مرفوع الكرة، القائم القائم يرد الكرة، القائم يرد كرة اللاعب فان دايك. تشامبرلين يفتح المجال للاعب روبرتسون، روبرتسون روبرتسون يسدد. الحكم الإنجليزية والريتس يضغط من جديد، والريتس الثالث على أسطورة صلاح في كل مكان، يغيب اليوم لكن اسم صلاح حاضر، وهجمة سبورتينغ حاضرة هنا بالتصدي من مينيولي. هذه من تصديات لتحسب للاعب مينيولي، وأنا قلت اسم صلاح هنا في المدرجات. وشعبية ليفربول بكل تأكيد تتجاوز الخادم، الفرصة قائمة، فرصة ماتشل في مساحات وفي إمكانية للتقدم وفي إمكانية للتسديد. الكرة يلعب لفابينيو، القائمة الثانية كانت تسديد، ركنية ركنية يمينر ركنية يمينر، وما طلب الكرة. نعم فابينيو ينتبه للتقدم يمينر، وبالتالي تحافظ على مكتسبات الموسم الماضي خاصة في دوري أبطال أوروبا. تسديد الهدف الأول،
هدف بغلطة فادحة من حارس المرمى، ماذا فعل مينيولي؟ مينيولي يمنح هدية لفائدة سبورتينغ لشبونة، تسديدة والكرة على ما يبدو كان في المتناول للحارس مينيولي، أخطأ وبالتالي منح هدفا بمثابة هدية لفريق سبورتينغ لشبونة. نتيجة تتغير مبكرا، شوف الإعادة مرة أخرى، هاي التسديدة مجددا، يمنى قوية.